السلام عليكم مساء الورد على الجميع لو عايزين نزرع ريحان كيف يا جماعه نزرع طول العام بقمه السهوله وخطوات بسيطه جدا لو انت معدي في اي مكان انا بس مقص كده يعني عشان اوريكم معدي في اي مكان وهذه اسهل طريقه ان احنا نزرع بيها ريحان لقينا في اي مكان قدامنا مزروع في حديقه في اي مكان لو مش عارفين نوصل له بنيجي وبناخد قطعه واحده كده اصبح عندي ريحان طيب هذه اول حاجه نقولها على السريع وهذول قطعتين لسه قاطعهم تمام؟ نفترض عنا الثلاث قطع هدول هدول يا جماعه يوم ونص في الماء يعني اول امبارح بالليل حطيتهم بصوا بصوا تجزيرهم بصوا الجزور كيف؟ جزور بيضة في كل مكان ثلاث عقل تمام؟ يبقى هذه اسهل طريقه ان احنا نزرع بيها العقل بتاعت الريحان طول العام زي النعناع هذه الطريقه هنقطع قطعه من اي حد من اي صديق بصوا وبنيجي نجيب زجاجه الماء وبنشيل اللي تحت هذا الرحن الملك الاصل يا جماعه بنشيل وبنيجي على الثانيه برضه نفس النظام بنشيل اللي تحت ويكون طبعا فيها شويه العيون اللي هي شلنا منها الاوراق وبنيجي هنا برضه بنزيل ونحط الثلاثه مع بعض ونشيل الاوراق الكبيره اللي ملهاش لازمه ونغطسهم في المياه ثلاث اربع ايام هدول شوف يوم ونص ثلاث اربع ايام هيجزروا جامد نبدا نقولهم زي ما احنا شايفين هنا بصوا هنا هدول ما كنتش عندي عنايه الفتره اللي فاتت فخفت انه يموت عندي في البيت فاخذت كم قطعه حطيتهم في الميه اربع خمس ايام بالكتير وبعد كده بصوا الجذور اصبح عندي ريحان كده هذه قطعه وهذه قطعه غير اللي مزروع عندي في الارض بصوا هذا اهو ريحان مزروعه في الارض زي ما احنا شايفين هنا وهذه مزروعه في قصيص بصوا هذه كمان ما شاء الله ما اكبرها مزروعه في قصيص وجذورها مسكت في الارض طيب عشان نعرف بالمره هذا يا جماعة اسمه الريحان الأصلي الريحان الريحان بصوا بيبقى ورقته تخينة وتحسوا انها عليها شعر كده مشعرة خفيفة وريحته سويتي وحلوة جدا هذا الريحان الأصلي وهذه بتبقى المياسم اللي بتطلع منه الأزهار هذا يا جماعة شبيه له عشان في ناس هتقول كده وانا عارف انهم صح هذا اسمه الحبق أو الريحان الملكي تبقى ريحته نفاذة شوية وصعب ومختلف عن الريحان تعال نشوف هنا هذا ليس هو الرحان الاصلي اللي هو هذا هذا الرحان الاصلي بصوا شكله مختلف هذا تمام طيب عايزين نزرع بالبذور بنستنى المياسم تنشف وناخد البذور هذه ونرميها في مكان دايما فيه ماء هذه طريقة زراعة الرحان بكل سهولة وطول العام زي ما انتم شايفين هنجزر وبعد ثلاث اربع ايام جزرت معنا بالشكل هذا ننقل للتربه زي اللي احنا شفناهم دلوقتي في العلب كبروا نقدر ننقلهم لارض زي هدول بيحتاج من الريحان ايش دفعة سماد شهرية، دفعة سماد شهري شوية لمؤاخذة زبل اللي هو مخلفات طيور أو أبقرة حاجة بنرميهم عليه على الوش ونزقي كل شهر دفعة خفيفة هتلاقوه طالع عنا وناضر جدا وكبير. وبيحب المية، أنا بلاحظ إنه بيحب رش رش ما بتلاقوش الناس دايما الريحان، الريحان بيحب المية وبقعة مشمسة جدا، بقعة مشمسة جدا. أي زاب المريض بنشيله أو رجم ملهاش لازمة بتتشال على طول منه إزالة، هذا كل شيء نقدر نقوله عن الريحان. الرحان جميل جدا يا جماعه وبيدخل في الاكلات وفي كل حاجه الازهار دي لما تنشف نقدر ننثرها وهتطلع معانا وتكبر وشكلها جميل البيت مليان عندي من الازهار هذه اللي وقعت على الارض مليان طالع زي كده اللي هو صغير صغير عندي البيت مليان منه فهذا كل شيء نقدر نقوله تسمدوه كل شهر دفعه اي نوع سماد انتوا عايزينه يعني هو بينجح مع الكل بس طبعا السماد العضوي اسهل واحلى حاجه المخمر دفعات مية على طول باستمرار بحب المية بحب المية أنا بشوف إنه بيعشق المياه بالنسبة لي بقعة مشمسة هدول كده مش شمس كمان يعني لو مزروعين أنا عايز أوسع البيت عندي إن شاء الله وعملت هدول وهجزر هدول عشان أنقلهم في مكان مشمس طول اليوم بتلاقوه بقى بيطلع رهيب جدا والتجليم باستمرار وطول السنة بيكبر معنا بس الطريقة نجزره بالطريقة هذه أحلى مسا عليكم هذا كل شيء نقدر نقوله عن الريحان بكل سهولة نقدر نزرع وأسهل طريقة في المية ثم ننقل الأرض زي النعناع عملت ميزه في القناه يا جماعه اسمها سانكس شكرا اتمنى الكل يدعمني أه بتلاقوها دايما مع اللايك تحت كده عند اللايك والمشاركه في قناتي اللي هي نعيم حجاب للزراعه أه بنيت البيت الفتره اللي فاتت والمسؤوليات والاسره وكده فهذا نوع من الدعم للي عايز يشارك في الدعم بيدخل ويدوس على ثانكس او شكرا وممكن يدعم اخوكم نعيم باللي هو يشوفه كويس له طبعا هكون شاكر جدا الموضوع هذا انا فقط لان المسؤوليات كتير عليا وبني البيت و فهذا بس ان انا عايز اجدد في الادوات وفي مكان عايز اضيفه لبيتي زي حديقه كبيره ارض جرداء نفسي ازرعها وتبقى مشتل قريبه جدا من المنزل لازقه فيه على طول فيعتبر الدعم ان شاء الله اذا ربنا كرم هيكون الدعم هذا آه يعني جزء من المساهمة إنني أطور وأوسع من الأدوات ومن الحديقة عايز أدمج الحتة الخلفية إن شاء الله مكان رائع وبقعة مشمسة وأول واحد اشترك معنا ودس على سانكس أخونا أعتقد من المغرب أشكره جدا فأتمنى الكل يدعم إن شاء الله أخوكم نعيم أحلى مسا عليكم نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والسلام ختام السلام عليكم